شيخ محمد عبده إمام المجددين. الشيخ محمد عبده هو واحد من أهم المفكرين والمصلحين في العالم الإسلامي، ورمز للتجديد في الفقه الإسلامي. اتحدى الجمود الفكري وسعى لإيقاظ العقل العربي من سباته، وكان مؤمن إن الإسلام ما يتعارضش أبدا مع العلم والتقدم. اتولد الشيخ محمد عبده سنة 1849 ميلادية في قرية محلة نصر في محافظة البحيرة، من عيلة فقيرة. والده كان فلاح وأدخله الكتاب، وبعدها الجامع الأحمدي في طنطا، مسجد السيد البدوي، وبعدين الجامع الأزهر في القاهرة. لكنه ما كانش مبسوط بطريقة التعليم التقليدية. اتقابل بالشيخ الأفغاني سنة 1871 وتعلم منه الفلسفة والمنطق. الشيخ جمال الدين الأفغاني كان له تأثير كبير على الشيخ محمد عبده، وفتح ليه آفاق جديدة في التفكير وفي التعليم. ولما اتنفى الأفغاني قال إنه سايب مصر في أمان مع الشيخ محمد عبده. اشترك الشيخ محمد عبده في الثورة العرابية ضد الإنجليز، رغم إنه كان متردد في البداية، وبعد فشل الثورة ودخول الإنجليز مصر اتقبض عليه وحكموا عليه بالنفي. راح لسوريا وقضى هناك 6 سنين، وبعدين راح باريس وشارك في تأسيس صحيفة العروة الوثقى. رجع الشيخ محمد عبده لمصر بعفو من الخديوي توفيق، بفضل وساطة سعد زغلول ونزل فاضل. اتعين مستشار في محكمة الاستئناف سنة 1891، وبقى عضو في مجلس إدارة الأزهر، وفي سنة 1899 بقى أول مفتي مستقل لمصر. الشيخ محمد عبده ألف مجموعة كبيرة من الكتب المهمة، زي رسالة التوحيد، وشروح البصائر القصيرية للطوسي، وتفسيرات دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة للجرجاني، والإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية ردا على إرنست رينان، وألف تقرير إصلاح المحاكم الشرعية، وشرح نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب. اتوفى الشيخ محمد عبده في اسكندرية يوم 11 يوليو سنة 1905 بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر بيماهل 56 سنة، ودفن في القاهرة ونعاه كبار الشعراء والأدباء. ده كان ملخص لحياة وإنجازات الشيخ محمد عبده، واحد من أعظم المفكرين والمصلحين والمجددين في تاريخنا.